السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي نختار النقطة البحثية بتاعتنا؟ في أكتر من طريقة، هنتكلم إن شاء الله كده على حاجات سريعة وسهلة. عندنا مثلا إن أنت تدخل على جوجل سكولر وتبدأ تشوف الأبحاث المتعلقة بالنقطة اللي أنت عايزها أو النقطة اللي أنت بتفكر فيها. يعني خلينا مثلا ندور على، خلينا نشوف آخر حاجة أنا كنت بدور عليها، سمارت سيتي بمنفراستراكشر. تمام، جاب لي حاجات كتير اهوت. طيب انا مش عايز اعمل بحث او ابني البحث بتاعي على حاجات قديمه، عشان كده هقول له كاستم رينج واقول له هات لي من 2018 ل 2020 مثلا. تمام، فيبدا يصفي لي البحث. ممكن مثلا ما تلاقيش فتخليها مثلا من 2015 ل 2020 وهكذا، يعني بتحاول تقلل الفتره. وبعد كده الكتب اللي هي بي دي اف دي هتقدر تحملها بكل سهوله. في بعض الكتب هتحتاج يعني لازم تشتريها وحاجات زي كده. طيب لو انت في حاجة عايز تطلع عليها ومعكش فلوس وحاجات زي كده، طيب ادخل على الموقع وابدأ علم على الرقم اللي هو الخاص بالدي او اي. تمام، وفي موقع اسمه اس سي اي شرطة اتش يو بي، هو كل فترة بتلاقي وقعوه، لانه يعتبر نوع من انواع القراصنة اللي هدفها عدم احتكار العلم. تمام، انا بشرح لك وجهتين النظر. تمام، فبقول له اوبن، فبيبدا يدور لي على البحث دوت ويفتحه لي. تمام، دي من ضمن الطرق اللي بنحصل بيها على الكتب اللي مش قادرين نشتريها. لو قادرين نشتريها هنشتريها، مش هنستخسر. طيب الحاجه الثانيه ايه؟ الحاجه الثانيه بقى خلينا كده نقفل الكمبيوتر ونفكر فيها مع بعض. الحاجه الثانيه ان انت تبدا بقى تفكر ايه الحاجه اللي انت كويس فيها، قوي فيها. تمام، يعني ممكن واحد مثلا يكون اصلا شغال مثلا في الاداره، فبالنسبه له موضوع الاداره ده حاجه سهله جدا، ميه بيشربها اسهل حاجه. ممكن واحد يكون قوي جدا فاليو انجينير، واحد تاني قوي في الحصر، يعني حسب النقطه اللي انت قوي فيها، او حسب النقطه اللي هتفيدك في شغلك، او حسب النقطه اللي هتجيب لك شغل، او حسب، يعني ابدا اختار النقطه اللي هتفيدك. يعني انت لو عملت مثلا دراسه على حاجه ما حدش مهتم بيها، طب ما كده الرساله مش هتجيب لك عائد بعد كده ان حد يقول لك والله احنا جينا النقطه دي. ممكن يكون انت مثلا شغال في ليزر سكان، فانت متوفر عندك كميه معلومات حلوه في ليزر سكان، والليزر سكان اصلا غالي، يعني ناس كتير بتبعد عن موضوع البحث في ليزر سكان عشان الاسعار بتاعته. فانت متوفر اوريدي عندك الداتا وعندك المعلومات، عندك المشاريع هكذا. ممكن تكون انت شغال مثلا في مشروع حلو في الهاي رايز بيلدينج كده، فتبدا تخلي النقطه دي هي نقطة البحث بتاعتك، بحيث ما يبقاش عندك الوقت بتاعك مقسم نصه للشغل ونصه للبحث. لا، هو نفس الوقت اللي بتعمله في الشغل هو اللي هتستخدمه في البحث، والوقت اللي بتبذله في البحث هتطلع بمعلومات هتفيدك في الشغل. يعني انت بتبدا تربط بين الحاجه العمليه والحاجه النظريه، وده بيكون احسن بكتير. يعني عن تجربه، بالذات في العمل التطوعي مثلا، لما يكون حد بيتطوع في حاجه هو بيشتغلها والشغل بتاعه هو نفس الحاجه اللي درسها في الدراسه والكليه والحاجات دي كلها بيبدا فيها. تمام، يعني تخيل دكتور مثلا وحب ان هو يتطوع مثلا في ان هو ايه يوزع شنط رمضان، جهد مشكور وقوي جدا، بس هو لو اتبرع احسن ان هو مثلا يعلم الناس الاسعافات الاوليه، او يعلم الناس التبرع بالدم، او هو يساعد في الحمله بتاعه التبرع بالدم وهكذا، هتكون افضل. يعني فهي دي الفكره، ان انت وانت بتدور على البحث، يعني حاول ان انت تفرض الحاجه اللي انت شايفها مفيده لشغلك، مفيده لمستقبلك، عندك خبره فيها. تمام، الا بقى لو الدكتور قال لك هي ما عنديش غير النقطه دي، فخلاص بتبدا تركز عليها وتبدا تشوف الابحاث اللي متوفره في المجال دوت. تمام، يعني ممكن واحد يكون قوي في جي اي اس، خلاص هيختار نقط خاصه بالجي اي اس، يبدا يدور على ابحاث في الجي اي اس زي ما قلنا. تمام، ودي هتسهل عليه كتير جدا، ان هو خلاص مش محتاج ان هو يقعد يقرا كتب كتير عشان يفهم الفكرة، لا هو فاهم الفكرة اصلا وشغال بيها، وان شاء الله يعني ربنا ييسر الامور. طيب بعد ما حملت الابحاث دي كلها، تمام، حملت مثلا 30 40 بحث، فانت المفروض بتقعد على الاقل عشان تختار النقطة البحثية ديت تقريبا بتقعد شهر، بتقعد تقرا، مش هقول لك تقرا الكتب كلها، بس انت بتقرا ايه، بتقرا المقدمة، فتفهم هل الكتاب ده قريب من الحاجة اللي انت عايزها، ولا تشابه اسامي، او هو الراجل بيتكلم في حاجة تانية. وبتقرا اخر فصل او الخاتمه او كده، لان ساعات كتير يقول لك ايه، انا درست في البحث دوت 5 نقاط من 10، فلو حد عايز يكمل على البحث بتاعي يدرس الخمس نقط الباقيين.
يعني الراجل عمل بحث مثلا عن العوامل اللي بتأثر في المبنى، فكان في 10 عوامل هو درس 5 منهم في البحث دوت، وفي 5 أبحاث هو 5 نقط بيقول لك لو حد درس فيهم نقطة تنفع كنقطة بحث أخرى. لأن إحنا لو عملنا بحث في كل العوامل لأي موضوع غالبا بيحصل مشاكل والموضوع بيطول وبيبقى كده، فكل بحث بيناقش نقطة أو نقطتين من العوامل، ما بيناقش كل العوامل. وتقرا الفهرس، الفهرس ممكن يقول لك ان تلاقي في نقطه كده اول مره تسمع عنها، فتبدا تركز ان انت تقرا النقطه دي. يعني تلاقي مثلا قريت اول كتاب مثلا، خلاص بتلاقي بقيه النقط لو هم كلهم في نفس المجال مشتركه ما عدا ممكن تلاقي فصل او حاجه زي كده مختلف، فتبدا تقرا فيه تاخد عنه فكره. بعد ما تقعد تقرا الكتب دول بعد شهر هتكون ادركت ان النقطه اللي مناسبه لاهتماماتك، اللي مناسبه لشغلك، اللي مناسبه لمستقبلك وهكذا. فدي بتكون النقطة لازم الناس تمر بيها، اختيار البحث، مش ان انت تتصل بحد تقول له اختار لي نقطة، لان كل شخص بتختلف من شخص لاخر، وبتختلف من واحد لواحد ومن بحث لاخر ومن جامعة لجامعة، فانت هتبقى ادرى وانت اللي تقدر تحدد النقطة بتاعتك. لو انت قعدت تشوف الفكرة بتاعت اخر كتب في المجال، ايه الحاجة اللي مناسبة ليك، ايه الحاجة اللي انت قوي فيها، ايه الحاجة اللي انت شايف ان في اهتمام بيها. يعني مثلا دلوقتي قطر مهتمين بال الاداره الرشيقه للمانجمنت، فلو واحد موجود في قطر هيبدا يركز على النقطه ديت. مثلا واحد موجود في مكان فيه اثار غير بلد تانية موجوده فيها مركزه على البترول، فكل واحد وكل مكان ليه الابحاث اللي تكون مناسبه ليه اكثر.